بعتنا رهام سعيد من الصبايا عشان نعمل عملية قلب مفتوح مع الخبير الألماني، ونرجو الأخواننا اللي بيساعدونا يعني يتبرعوا للأطفال لعدد العمليات دي كلها. يعني بصراحة يعني مش قادر أقول أي حاجة عن الصراحة، يعني ربنا يكرمنا ويقوم بالسلامة إن شاء الله. الحمد لله عملنا العملية وقام بالسلامة، وكان عملية قلب مفتوح، والحمد لله طلعنا النهدة، واحتمال بكرة نطلع من المستشفى خالص إن شاء الله، والحالة بتاعته مستقرة ومية مية الحمد لله. البركة في الدكاترة، يعني بصراحة يعني خدمات هنا ما فيش زيها، يعني الدكاترة يعني، ونشكر مدام مرهام بصراحة اللي وصلتنا للمستشفى دي، يعني إن يعني بصراحة خدمات هنا ما فيش زيه. وحالته دوك كويسة والحمد لله، ويعني مبسوط والحمد لله، يعني كان فين وبقي فين دلوقتي. بدعي من ربنا ان كل الناس تتبرع للاطفال، لان بجد حاجه صعبه جدا ان ابنك يبقى عنده مشكله في قلبه، مش حاجه عاديه يعني، ومش حاجه سهله. والخبير الالماني وصل من امبارح وعمل عمليات كتير جدا، والنهارده الحالات اول حاله نزلت، واحنا على طول هنعمل عمليه العمليه بعديهم. وبدعي وبطلب من الناس ان هي تدعي لنا ويقفوا جنب كل الناس اللي هتعمل عمليات بعدنا، لان بجد احنا من غيرهم مش هنقدر نوصل هنا ولا هنقدر نعمل اي حاجة. اسمها مك احمد محمد. حضرتك انا اول ما ولدتها اكتشفت بعد شهرين ان هي عندها القلب. رحت عملت لها في القاهره عمليه تحزيم شريان، وبعد كده قالوا لي ده ليها عمليه جراحه في القلب. جيت هنا المستشفى بتاعت مستشفى النيل، وادي النيل، فالله الوكيل هم هنا مقابلتهم كويسه وهم كويسين، والخبير جه امبارح بص عليها وحدد لها عمليه، وبمشيئه الله نزل النهارده عمليه. وبدعي لها وبدعي لكل الاطفال ان ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامه. مكة دخلت العمليات امبارح،
والحمد لله طلعت بألف سلامة، وبشكر الخبير الألماني على سلامة مكة، والنهاردة الحمد لله حالتها الصحية كويسة. واتمنى الناس اللي هي بتساهم برا على الاهل الخير تزود مساهمتهم عشان خاطر الاطفال اللي زي مكه وغير مكه. انا النهارده هعمل عمليه، نازله اعمل عمليه، والدكتور الخبير النهارده جاي هيعمل ايه الالمين. بطلب من ربنا يشفيني. انا كنت لما بقى مثلا بنزل السلم بتعب ما بقدرش امشي. ايه عامله عمليتين وست اثرات ومنظار، بس كل حركه يعني اول ما بتطلع سلم لو دور واحد بتتعب وبتنهج وما بتعرفش تعمل اي مجهود. حتى المدرسه كانت السنه بتعيدها بسبب ان هي الذاكره ما فيش، كانت اقل حاجه يعني بتحفظ اي حاجه، كان كل ما يقولوا لها على حاجه ما بتحفظهاش، فكل سنه كانت تعيد. قعدت من المدرسه لعبه ما بتعرفش يعني اي حاجه ما بتعرفش تعملها، بتتعب يعني جامد، وكانت بتزرق فتره وخدت علاج. ربنا ان شاء الله يعافيها هي واللي هي واللي زيها واللي داخلين يعملوا عمليات يا رب. اختي خرجت من العمليه والخبير طمنا عليها الحمد لله، وقال لنا ان هي كويسه والحمد لله، يعني مش ناقصه اي حاجه، كل حاجه موجوده، وبيعدوا علينا في الاوضه لو اي حاجه ناقصاكم، ودميانا كل حاجه جات لها، ما طلبوش مننا اي حاجه. هو باذن الله ان شاء الله النهارده عمر هينزل يعمل العمليه بتاعته، والخبير امبارح اجى شافه وحددها له ان شاء الله. بتمنى ان هو يقوم بالسلام ان شاء الله، وكل الاطفال اللي زيه يخشوا يعملوه باذن الله. تعبت خالص بالنسبة ان انا جريت كتير، رحت يعني جميع المستشفيات هنا رحتها، ولو كان معايا ان انا اجري بيه كمان هجري، بس انا رجل مش ايدي طايلة ان انا اجري بيه، فهو يعتبر مخليني انا ما اقدرش اشتغل، قاعد جنبي منه على طول، ما بقدرش ان انا اروح كده ولا كده، ولما بيجيله ازمات كانت بيجيله ازمات، ما وبعدين انا قاعد في حته بعيده في اسماعيليه قريه، ان انا عبال ما تجيلي الاسعاف مره قبل كده مات مني، وقعدت 12 يوم بيه ما قدرتش اعمل ايه، فده يعني مغير حياتي خالص من ناحيه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويكرم اللي زيه ان شاء الله، ويبقوا كويسين ان شاء الله بإذن الله، وربنا يصلح حالكم يا رب، ربنا يكرمكم.